السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وفوقكم رياضة. عندنا تنظيف البوابة أو الثروتل وتغيير فلتر البوابة، وإذا احتاجنا للبرمجة راح نسوي لها عمل ريست وضبط البوابة، وإذا ما احتاجت فتكون خير وبركة. راح نفك القربة ونفك برضو القربة الفلتر، راح ننفخ القربة الداخلية أو الحاوية، ثم نركب الفلتر الجديد، ثم نركب أو نضيف الفلتر أو نضيف الثروتل. طبعا هذا الفلتر القديم، وهذه القربة راح نطلع التراب اللي منها هنا، طلع القربة بالكامل. تم تنظيف حساس الهواء الفيشة وتنشيفها. الآن راح أركب الفلتر الجديد. فلتر الهواء الجديد ثروتل راح أركب الآن. ركبنا الفلتر، راح نقبض الآن القربة. خلصنا من تركيب القربة والفلتر، راح نطبقها الآن. خلصنا من تثبيت القربة، الآن راح نبدأ في تنظيف الثروتل. راح نفك المسامير، نفك الثروتل والحساس أو الفيشة موجودة عشان ما نفقد البرمجة. إذا نظفنا وفقدت البرمجة راح نسوي لها ريست وبرمجة بإذن الله. طبعا لاحظوا معنا البوابة كيف تساخ المجرى حقها، شوفوا الأبشع من الخلف، شوفوا ما شاء الله، هذا كثر المطارحات والكبس أو الدسعة الفجائية، دائما تكون في جهد وسحب بعض الترشيح من الزيت. وهذه الثلاجة راح نسوي لها عمل التنظيف داخل الثلاجة وتنظيف للثروتل. التنظيف عن طريق القفازات لانها قماش، رشيت سيدرك داخل الثلاجة، ولا راح ننظف عن طريق الثلاجة ان شاء الله. نسوي لها عملية تدليك وبعدين راح ننظفها بطريقة قماش نظيفة، ونعطي تنظيف للثلاجة من الداخل بشكل كامل. شوف كمية الصاخ والزيوت المتراكبة. الآن بعد التنظيف، أنت شفت سابقا أول قبل التنظيف، وشوف الآن بعد التنظيف، ما شاء الله تبارك الله على التصوير. شوف هذه الثلاجة ما شاء الله تبارك الله،
الزيوت والشوايب اللي كان فيها راحت بالكامل. راح اركب الان البوابة، شغل هذا الثروتل بعد التوقيف، هنشغل الان بعد تركيب القربة. طبعا الان طبقنا كل شيء، شدينا القفزان، ركبنا القربة، ركبنا الهواية او الفلتر، وسوينا عملية تنظيف. عملية تنظيف في بعض السيارات سبحان الله تقبل بدون برمجة، وبعضها تبرمج نفسها خلال 7 أيام ممشى أو استخدام أو سفرية، ممكن حوالي من 250 إلى 200 كيلو، وبعضها للأسف لابد تبرمج برمجة كمبيوترية. راح نشوف إيش السيارة هذه من أي نوع. طبعا أنا في طريق أكثر من طريقة، في بعضهم يفك السالب يفك الفيشة يطلع الثروتل للتنظيف، في بعضهم يخلي السالب كما هو بس يطلع الثروتل زي ما انا سويت والفيشه مركبه عشان ما تفيد البرمجه، ممكن تنجح ممكن ما تنجح. طبعا طبقت اكثر من مره ونجحت المعايا دي، وحتى مره في بدايه اول تطبيق لي تطبيق الثروتل فكيت السالب فكيت الفيشه ونظفت على موديل 2016 ولا صار عنده اي مشكله في حساس الهواء، ولكن بعضهم فقد عندهم برمجه. صرت بعدها انا نظفت الثروتل عن طريق اللي هو فك الثروتل بدون ما افك الفيش وعشان ما افك البرمجه، ونجحت معي. وبرضه بعض الناس او بعض العالم طبقت وعيت ضبط معهم. احلى نشوف من اي نوع هذا، اذا ضبط معنا من بدايه كان بها، ما ضبط راح يسوي لها برمجه عن طريق الكمبيوتر. راح نشوف الان. يلا يحتاج برمجة ولا يحزنون. طريقة التنظيف والفيشة مركبة حافظت على البرمجة ولم تفقدها. هذا عندنا صوت الشكماي ما شاء الله متزن معنا، لا فيه تقطيع ولا فيه ارتفاع ولا نزول. طبعا احتجنا صراحة الى البرمجة لانه ما كان في اي مشكله، ولكنه مع لما اخذنا لفه فيه مشوار كان مع التهدئه تحس ان الاربيم يطلع وينزل شوي، ولكن غير ملحوظ، ولكن اللي ما تعود على سيارته بيكون فيها ملحوظه. فسوينا لها عمليه ريست عن طريق اللانش زي ما شفتوا انتم في المقاطع الصور. شوف تابع معنا كيف عمليه ضبط الثروتل عن طريق البرمجه، والان نشغل ونشوف هدوء المحرك وثبات الار بي ام. اتمنى الجميع انه بس استفاد، وان شاء الله نكون بس انه وصلنا المعلومة بشكل سليم. وهذه هي اليوم اللي هو عملية تنظيف الثروتل مع تركيب الفلتر البوابة مع البرمجة. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.